حضور كبير هنا في كينغدوم أرينا لمشاهدة نزال اليوم الحاسم الذي يجمع أشهر أبطال الملاكمة العالميين ضمن فعاليات موسم الرياض. جنسيات متنوعة وفئات عمرية عديدة استمتعت بالنزالات الثمانية التاريخية التي شهدتها العاصمة السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، خاصة النزال الأكبر والأبرز بين بطل العالم السابق للوزن الثقيل البريطاني أنتوني جوشوا والسويدي أوتو والين التي انتصر فيها الأول بضربة قاضية فنية بعد 5 جولات من القتال. من حسن حظي أنني أعمل هنا في المملكة العربية السعودية، ومن حسن حظي أيضا أنني حضرت اللقاء. لم يسبق لي حضور مثل هذه المباراة في وقت سابق، وهي فرصة متاحة الآن وممتازة للجميع. جاء اليوم ليوم الحاسم داي أوف ريكنينج، يعني لأول مرة حتى أعتقد حتى عند الغرب إن يصير فيه كلهم هيفي ويتس وكلهم أبطال اللي يطالبون فيه pay per view لكل واحد منهم وكلها في يوم واحد. نزال اليوم الحاسم يأتي تتويجا لعام رياضي حافل شهدته السعودية في 2023، حيث باتت المملكة جاذبة للكثير من المحافل الرياضية، أبرزها كأس العالم لأندية كرة القدم والفورمولا 1 وبطولات أخرى في رياضات الغولف والتنس والبادل وغيرها من الرياضات، تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 في مجالات السياحة وجودة الحياة وجذب الاستثمارات. إنه يوم رائع، النزال الذي حضرناه والأجواء هنا هي فرصة جميلة لأصدقائي وعائلتي للاستمتاع بعرض الملاكم أنتوني جوشوا. المين إيفنت بين جوشوا وايلدر والثاني مع وايلدر، حس في حماس، حس إنه في قوة، إنه بعدين هم بيتضاربون مع بعض الفائزين. والله جاهزين، متحمسين وماخذين مقاعد حلوة الحمد لله ومرتاحين والله. عبد الرحمن العصيمي من مدينة الرياض العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.